السلام عليكم عزيزاتي، ومرحبا بكم في قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية والجمال. أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. أشكركم على حسن المتابعة وعلى تشجيعاتكم وتعليقاتكم، وأرحب بكل من يشاهد هذا الفيديو، وأرحب بكل من انضم مؤخرا إلى أسرة القناة قناة وصفة سحرية، وأدعوه للاشتراك ليصله كل جديد بالضغط على الجرس. طبعا سأقدم اليوم وصفة رائعة، هي أكثر من رائعة، هي وصفة لعلاج النحافة وكذلك للزيادة في الوزن والتسمين بسرعة هائلة. فالكثير من الفتيات جربنا العديد من الأدوية من الصيدلية وكذلك العديد من الوصفات ولم تجدي نفعا معهن، ولكن هذه الوصفة هي رائعة جدا، ما عليك فقط المداومة عليها بالمقدار الذي سوف أريك إياه، والمداومة كما قلت فقط. سوف نحتاج لتحضير هذه الوصفة مكون رائع جدا والكثير منا لا يعرف فوائده، وهو يوجد في كل مطبخ وفي كل بيت، هو الحمص. طبعا الحمص العديد لا يعرف مزاياه ولا فوائده، ولكن هو فعال جدا في زيادة في الوزن، لأن الحمص عزيزتي هو من المواد الغذائية التي تزيد في الوزن بسرعة، لأنه أولا فاتح للشهية وغني بالسعرات الحرارية العالية والكربوهيدرات، وكذلك غني بالبروتينات، والبروتينات هي التي تحتاج العضلة للنمو طبعا وفعالة. وسوف نحتاج أيضا إلى جبن محلى. طبعا أنا سوف أستعمل جبن بيرلي، الماركة عندنا في المغرب وهي ماركة معروفة وغنية بالبروتين، كما تلاحظون فيها نسبة عالية من البروتين، فيها تقريبا 8 جرام من البروتين كما لاحظتم. وكما قلت الحمص طريقة تحضير الحمص، سوف نقوم بتحميص الحمص في الفرن أو في مقلاة بدون زيت. طبعا نقوم بتحميصه فقط قليلا ليس كثيرا طبعا حتى نحصل على هذا اللون. بعد ذلك نقوم بطحنه ونحصل على هذه البودرة اللينة بهذا الشكل. طريقة تحضير الوصفة هي سهلة جدا. طبعا نأخذ مقدار ملعقتين كبيرتين من الحمص المحمص والمطحون، ثم نضيف إليه جبن محلى تقريبا حوالي 100 جرام من الجبن المحلى. طبعا في الدول العربية يمكنكم أن تجدوا أي جبن محلى آخر، ولكن يجب أن تنتبهوا إلى نسبة البروتين تكون مرتفعة. كما قلت سوف نقوم بخلط بهذا الشكل، سوف نقوم بإضافة الجبن المحلى إلى الحمص المطحون المحمص والمطحون بهذا الشكل، نخلط جيدا وصفة سهلة جدا وفعالة. وأنا لا أنصح طبعا بالأدوية التي تشترى من الصيدليات لزيادة في الوزن، فهي مفعولها غير صحي بتاتا وهي مضرة بالصحة إذا لم يكن على المدى القريب، فهي تكون المضرة على المدى البعيد طبعا، ولا أنصح بها. أنصح دائما بما هو طبيعي ومن الطبيعة بهذا الشكل. كما تلاحظون نحصل على هذا الخليط، يمكنكم إضافة بعض العسل إذا أردتم، ولكن بهذا الشكل هي لذيذة جدا وسوف تحبون هذه الوصفة. طريقة استعمال هذه الوصفة، يجب عليكم أن تأخذوا هذه الوصفة كل يوم، هذا المقدار الذي وضعت لكم طبعا ملعقتين من الحمص المحمص والمطحون في تقريبا 100 جرام من الجبن المحلى مرة كل يوم، ولكن يجب أن تأخذوه بعد الأكل وتداوم على هذه الوصفة كل يوم، وسوف تلاحظون من الأسبوع الأول زيادة في الوزن طبعا رائعة جدا. هذه الوصفة هي تزيد الوزن بسرعة فائقة وفعالة جدا.
هذه الوصفة الأنصح بها الذين يعانون من القولون طبعا، لأن تعرفون الحمص والبقوليات هي ليست صحية لأصحاب مرضى القولون، ولكن هي فعالة جدا للتي تريد أن تزيد وزنها بسرعة، وسوف تلاحظين كما قلت النتيجة من الأسبوع الأول، يجب عليك فقط المداومة عليها. أتمنى أن تعجبكم وصفة اليوم، أتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على لايك لتشجيعنا على إعطاء المزيد، وكذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في وصفة لاحقة إن شاء الله.